مالي وأمام جمهور غفير وغفير جدا حضر هذه المباراة تشجيعا للمنتخب الليبي العازم كل العزم من أجل العودة إلى الرياضة على الساحة الإفريقية رغم المهمة الصعبة، ولكن جمهور المنتخب الليبي كان حاضرا في طرابلس وتمكن من الفوز على الماليين الذين تحسنوا مستواهم كثيرا خلال السنوات القليلة الماضية وتمكنوا من الحصول على نتائج كبيرة في لدى الشبان. انهزموا ب3-0 أمام منتخب ليبي يقوده المدرب الأرجنتيني السابق كارلوس بيلاردو. كرة مرفوعة باتجاه المصلي، تصويبة نصرية والهدف من زمن الشوط الثاني. أحمد المصري يضيف الهدف الثاني لمنتخب الجماهيرية. بعد تمريرة جيدة وماكرة من اللاعب طارق التايب. وهذه الجماهير الرياضية التي جاءت من الصباح الباكر. مستوى جيد ومتقدم. وهذا خالد المرغني. طارق التايب، خالد المرغني. التصويب ومحمد سيد بيه. تصويبه جيده كانت من اللاعب خالد المرغني بالرجل اليسرى. طارق التايب نقل كره خالد المرغني، فرصه الهدف الثالث. نعم، خالد المرغني والهدف الثالث في هذه الاونه احرز منتخب الجماهيريه الاخضر لكره القدم الهدف الثالث بعد مرور 37 دقيقة. ثلاث أهداف مقابل صفر، فوز كبير لمنتخب الجماهيرية العربية الليبية، وربما واحدة من النتائج الغير منتظرة في منافسات الدور الأول. نتائج